هادشي اللي سمعت واش بصح ولا كذوب؟ واش عباد الله يندبوا هاد ولا ندبها؟ قالوا لي معزم شاط يا خلاني حاصر فيك انت يا وداك التيلادي في كرشك. قولي يا مسخوطه قولي يا مدني حوزه قولي اسمعي قولي سمعي قولي بواحد الكلمه انا ما عندي باش نصرف عليك لا انت يا ولا داكشي اللي في كرشك. قولي الليله غادي طيحيه اش من ليله دابا غطيحيه دابا غتنزليه وغدا غتنوضي تخدمي دابا غطيحيه دابا غتنزليه دابا غطيحيه دابا غتنزليه دابا غطيحيه دابا الراجل دخل الدار سليم بيا دخل الدار يتجلاتو علقها على المسمار بسم الله الرحمن الرحيم. كيعرف اليوم هذا الفضاء ركبت المنشد الثقافي والفني بتبريك عرض واحد العمل المسرحي اللي الهدف منه هو التحسيس والتوعية بظاهرة اللي ولات كتعرق المجتمع وجمعية أمل سلا بحكم أنها يعني جزء من المجتمع المدني بشراكة مع مركز نون للدراسات الدرامية. فهذه المسرحية الهدف منها كما قلت هو توعوي تحسيسي اللي كيقيس واحد الظاهرة ديال زواج القاصرات والتحايل على القانون بطرق ملتوية من أجل يعني الحصول إنجاز التعبير على متعة وليس جواز زواج. وهذه المسرحية الهدف بغينا نعرضوها اليوم في سلال الجمهور السلاوي ومشاركة فعاليات المجتمع المدني والإعلام هو الوقوف عند هذه الدائرة، خصوصا وأننا اليوم عندنا واحد الورش اللي مهم بزاف هو ورش مدونة اللي فتحوا صاحب الجلالة نصر الله واللجنه اللي اشتغلت عليه وكذلك تفاعل المجتمع المدني. وكاين بعض المرات الرسائل اللي نقدروا نوصلوها عبر الفن وعبر المسرح ما نقدروش نترافعوا عليها ربما مباشره، لذلك هذه المسرحيه هي في هذا السياق هذا. وكنتمنى التجاوب ديال الفاعلين والمجالس المنتخبه والفاعلين الرسميين معها من اجل يعني عرضها خصوصا على الناشئه وفي البوادي وفي القرى في العالم القروي، لانه ربما باقي شي شويه الجهل ببعض مقتضيات القانون. يمكن عبر المسرح نقدروا نوصلوا رسائل مهمه لانه كيبقى يعني رساله ساميه وتتفاعل مع المجتمع من خلال الاعمال مثل هذه. لذلك اليوم احنا كمجتمع مدني ما يمكن الا نخرطوا في الديناميه اللي اطلقها صاحب الجلاله منذ سنوات، ونحن كذلك نخلد الذكرى 19 لاطلاق المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. التنميه البشريه اللي الاساس ديالها هو الفرد وهو المجتمع هو احنا هما انتوما هو جميع افراد المجتمع. لذلك عبر الفن عبر التراث عبر الاعمال الاجتماعيه عبر التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب والمراه يمكن يكون عندنا مجتمع اللي واعي ووازن وعارفين باغي يوصل، ومن اجل ربح تحديات الغد، لان المغرب اليوم عندنا تحديات كبيره الى خصنا نخوضها بجديه وبدون اعطاب نفسيه واجتماعيه. كريم الفحل الشرقاوي مؤلف ومخرج وباحث مسرحي. في اطار الاحتفال باليوم العالمي للاسره و بمناسبة ذكرى انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ستقدم فرقة أو جمعية أمل سلا بتعاون مع مركز نون للأبحاث الدرامية والمسرحية والاستراتيجيات الثقافية مسرحية الرهينة أو الرهينة. مسرحية الرهينة هي مسرحية تعاقر وتقارب إشكالية غريبة على مجتمعنا المغربي، ألا وهي ظاهرة جواز القاصرات بالفاتحة مع الرهن. يعني كما قلت بأن زواج القاصرات بالرهن هو عقد سلف يقوم به الزوج مع الأب الشرعي
أو الولي الشرعي للفترة القصير، يعني كضمانة إلى حين تبلغ الفتاة القاصر سن الرشد. لكن غالبا ما لا يتم الوفاء بهذا الوعد، بحيث يكون هناك نوع من الاستمتاع بالفتاة القاصر في مدة معينة، ومن ثم لا يتم الوفاء بهذا الوعد والعقد على الفتاة القاصر شرعا، فيتحول الأمر إلى مأساة، أي أن الفتاة القاصر تجد نفسها أما عازبة أو فتاة مشردة بحكم وضعها الاجتماعي، وبدأت هذه الظاهرة تتفشى ليس فقط في الهوامش أو مدن الهامش والبوادي، بل انتقلت إلى مدن المركز، بحيث أن الإحصائيات إحصائيات الحكومة في شخص وزارة العدل كشفت عن رقم مخيف، هو أن أعلى نسبة من انتشار ظاهرة زواج الرهن توجد بمدينة الدار البيضاء، أي أن الأمر تحول إلى سوق للمتعة والتجار في البشر. من هذا المنطلق يأتي هذا العمل المسرحي الرهينة لكي يكشف عن هذا الوحش المخيف الذي بدأ يغزو مجتمعاتنا أو مجتمعنا المغربي، كشفا مسرحيا فنيا، يعني بقصة وعقدة وحل لكي يتم التأثير في المتلقي، باعتبار أن المسرح والعمل الفني بصفة عامة هو الأكثر تأثيرا على الشرائح الاجتماعية. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.